في مفترق الطرق يقف المواطن حائرا، والسلطة والمعارضة تستعرضان على مرأى من خوفه خطورة الوضع وتسيران بالجزائر نحو المجهول. ذكرى تأميم المحروقات يقول مراقبون أنها كانت فرصة أخيرة للطرفين لتغليب الحكمة المطلوبة في ظل وضع داخلي إقليمي ودولي ملتهب، لكن الطرفين فضلا دك الإسفين في شعار التوافق الذي ظل مرفوعا منذ ما يقارب 4 سنوات عبر مشروع تعديل الدستور ومبادرتي تنسيقية الانتقال الديمقراطي والإجماع الوطني للأفافاس. خطاب الرئيس الذي جاء بمناسبة الذكرى عبر رسالتين قرئتا بالنيابة عنه تجاهل الوضع السياسي كلية في وقت كانت المعارضة تكتسح الشارع ليركز على الوضع الاقتصادي الناتج عن انهيار أسعار البترول، بينما فضل الوزير الأول والأمين العام للمركزية النقابية وبحدية كبيرة خطاب التخوين والشتم عوضا عن خطاب التوافق والإجماع. كان البعض يحبوا يزعزعونا في الوحدة الوطنية، ما قدروش يحركوها في الشمال راحوا الجنوب، حرك منا في غدايا ما مشاش، حرك في ورقلاء ما مشاش، حرك في جنب ما مشاش، حرك في عين صالح لعلها تمشي، ما تمشيش. اللي يحب يمشي باش جاي التقوى اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ديمقراطيا مرحبا به، يحب يخرج عن الخط هذا الهدى يردوا. لا يجد المواطن مفارقة أكبر من أن تتحدث السلطة عن حكمة ومكانة الجزائر التي غدت حسب خطاب الرئيس مرجعاً في الوساطة بين الأمم، تعقد عليها الآمال في حل النزاعات في ليبيا ومالي وتونس، بينما تتعنت نفس هذه الجزائر عن لم شمل أبنائها حول طاولة واحدة تجعل من نهاية الشرعية الثورية وتجسيد التداول على السلطة والتعددية السياسية والنقابية حقيقة وقاعدة لتجسيد حلم الشهداء.